الفاصل خضروات. جاء مسؤول قاطع قال تعزلون فرع مفتح وشارع مفتح وشارع معزل. ليش؟ احنا مسموح ان المواد الغذائيه بس جاء الا تعزلون. معزلين احنا حاليا هسه ساد الباب بعد صف اغراض بس ما يقبل نفتح. زين العالم اللي تسوق الكذا والله يقول مشكله العالم ما مشكلتنا احنا. الطبقه فقيره يعني ما تاثر عليها اكل شلون هسه جت حرمه توسلت بيها فخذ وقالت ما عندنا نطبخ فخذ. جت اشتريت فخذ والله العظيم بعتوها فخذ مجبور فتحت الباب اعطيتوها ما 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 يقبل الشرطي كسع يسيع علي يابا والله عاد صفط الاغراض بالمحل ما يقبل وهذاك الشارع مفتح. جت وحده اشتريت فخذ واحد اي والله دجاج. اي والله ما ايه. عنده ما عنده هاي قوه اليوم اكو ناس يوم بيوم يشترون والما عنده الما عنده هذا هو هاي منع التجوال كل اسبوع صار ثلاث ايام اثرت على العالم. هذا العامل اللي يشتغل ثلاث ايام وين وهاي ثلاث ايام الباقي هم اللي يشتغل جزء يوم يشتغل ويومين ما يشتغل هذا من يكفي ما يصير فد مره التجوال فد مره فد مره ما يصير الشكل لازم على الاقل يفتحوا لهم محلات لحوم. احنا دعنا الصمون بس الصيدليه دعنا سنصت كلها معزله زين اللحوم فد مره لازم اهل الاسواق لازم تفتح على مود حتى المواطن هذول يجور يومي هذول كلهم هذول ناس يعني كتبه يعني شغل بيوم وبيوم وعيشتولون عالم محتاجة مواد محتاجة يوم وبيوم عايش العالم ويأثر عليه طبعا يأثر عليه. ايش الطالبون والله فتح جزئي يعني يعني ايش شون جزئي جزئي يعني المحلات الخضراوات خلوها بس عن كلهم عزلون والله كلهم عزلون والله اجراءات الامنية اللي اتخذتها الحكومة بالأخص محافظة نينوى إجراءات يعني كادت تكون تعسفية بحق المواطن. شوية أخفف من الإجراءات أسمح المحلات مثلا مع المواد الغذائية أسمح القصابين أسمح بقية المحلات اللي المواطن بحاجة لها الأفران فاتحة الحمد لله والشكر. لكن مثل محلات البقالة معزلين محلات القصابة معزلين هذه أثرت بشكل سلبي على المواطن. شوية أخفف هو المواطن تعبان هو المواطن طلع منهك من الحرب يعني شيلوا شعنانه مثل كاد اليوم تكون يوم 6 يوم 9 بالشهر تحديد منطقتنا هذه منطقه باب جديد واحنا من اسوء الى اسوء. فنطالب الحكومه المحليه انه شويه تخفف عن والقائد شرطه نينوى والمحترم انه شويه يخففون عن كاهل المواطن حتى المواطن يعني يتجول بحريه يتسوق يعتاش اللي ابو القوت اليومي اللي ما عنده اللي ناس يساعده يطلع يسوق بيه وما عنده يجي يشعل المحلات معزي يرجع البيت خايف.